دعوني أرسم اقتراناً يكون مثير للاهتمام لكي نأخذ نهايته، وسوف أرسمه بصرياً الآن، وسوف نقوم بحل أمثلة محددة لاحقاً. إذا هذا هو محور واي وهذا محور إكس، ودعونا نفترض أن الاقتران يبدو، سأجعله اقتراناً مباشراً جداً، لنفترض أن هذا خط بالنسبة للجزء الأكبر، لنفترض أنه يبدو اقبل تواجد ثقباً على نقطة ما x تساوي a، إذن هو غير معرف هناك. دعوني أظلل تلك النقطة لكي تستطيعون رؤيتها، إنه غير معرف هناك، وتلك النقطة x تساوي a. هذا هو محور x وهذا محور y يساوي f ال x. دعونا نفترض أنه محور y، ولنفترض أن هذا f ال x أو أن هذا y يساوي f ال x. الآن قد أنجزنا مجموعة من العروض على النهايات، أعتقد أن لديكم الأفكار. لذلك إذا أردت أن أقول ما هي نهاية اقتراب x من a، ولنفترض أن هذه النقطة هي L، نحن نعلم من العروض السابقة أن، حسناً، أولاً يمكنني أن أكتبها نهاية اقتراب x من a ل f ال x. ما يعنيه هذا؟ أنه كلما اقتربنا من A من أي اتجاه، كلما قربناها من ذلك الاتجاه، فمن ماذا يقترب F ال X؟ إذن عندما يكون X هنا فإن F ال X يقع هنا، عندما يكون موقع X هنا فإن F ال X يقع هنا، ونرى أنه إذا قارب L هذا هنا وقاربنا A من ذلك الاتجاه وأنجزنا النهايات حيث قاربنا من اليسار أو اليمين فقط، لكن لكي نحصل على نهاية فيجب أن نقارب نفس الشيء من الاتجاه الموجب والاتجاه السالب. لكن كلما انتقلت من هنا، إذا اخترت X هذه، بالتالي فإن F الـ X هذا سيقع هنا. إذا كان موقع X هنا، بالتالي فإنها تقع هنا. كلما اقتربنا من A فإن F الـ X هذه سيقارب النقطة L أو هذه القيمة L. إذا نقول أن نهاية F الـ X كلما اقترب X من A يساوي L. أعتقد أننا قد امتلكنا هذه الفكرة، لكن هذا لم يكن كثيراً. في الواقع إنه ليس دقيق بدلالة كوننا محددين، بدليل أن ما نعنيه هو النهاية. كل ما قلته هو أننا كلما نقترب من ماذا يقترب F الـ X؟ إذن في هذا العرض سأحاول توضيح تعريفاً للنهاية التي لها العديد، أو في الواقع بعضا من الصرامة الرياضية. كما تعلمون كلما اقترب x من هذه القيمة فمن ماذا يقترب f ال x؟ وطريقة تفكيري بهذا تعتبر لعبة نوعا ما. التعريف هو هذه العبارة الموجودة هنا تعني أنه حسناً يمكنني دائما أن أعطيكم مدى حول هذه النقطة، وعندما أتحدث عن المدى فأنا لا أتحدث عنه بسياق مدى المجال، بل أتحدث عن المدى الذي تعرفوه. يمكنني أن أعطيكم مسافة من A طالما أنني لا أرتفع لأكثر من ذلك. يمكنني أن أعطيكم أن F الـ X ذهب، سيكون أي شيء أبعد من مسافة معينة من L. وطريقة تفكيري في الأمر يمكن أن تعتبر لعبة بسيطة. دعونا نفترض أنكم تقولون حسناً لا أصدقك، أريد أن أعرف أنك تعرف ما إذا كان يمكن لـ F الـ X أن يقع خلال 5 بالعشرة لـ L. إذن دعونا نفترض أنك أعطيتني 5 بالعشرة وقلت من خلال التعريف،
يجب أن تكون قادرا دائما على إعطاء مدى حول A، ويأخذ F الـ X خلال 5 بالعشرة للـ L. إذن قيم F الـ X ستكون دائما في هذا المدى هناك، وطالما أنني أقع في ذلك المدى حول A، طالما أنني في المدى الذي أعطيتني إياه، F الـ X سيكون دائما على الأقل بذلك القرب من نقطة النهاية. دعوني أرسمه بشكل أكبر بقليل، لأنني أعتقد أنني أكتب نفس الرسم البياني مرة أخرى. دعونا نفترض أن هذا F الـ X، تلك هي نقطة الثقب. لا يجب أن يكون هنا نقطة ثقب، إن النهاية يمكنها أن تساوي قيمة من الاقتران، لكن النهاية أكثر إثارة للاهتمام عندما لا يكون الاقتران معرفا هناك، لكن النهاية معرفة. إذن هذه هي النقطة، تلك هي. دعوني أرسم المحاور مرة أخرى. ذلك هو محور X، محور Y، هذه هي نقطة النهاية L، وهذه هي النقطة A. إذن تعريف النهاية، وسأعود لهذا بسرعة لأنه الآن أكبر وأريد توضيحه مرة أخرى. إنه يعني وهذا هو تعريف دلتا إبسيلون للنهايات، وسوف نتعرض لإبسيلون ودلتا بسرعة. هو بإمكاني أن أعطيكم إف الإكس وتعطوني أي مسافة تريدونها من ال. في الواقع دعوني أسمي تلك بإبسيلون، ودعونا نتعرض للتعريف من البداية. إذن تقول أنني أريد ألا أكون أكثر بعدا عن إبسيلون من ال، ويمكن لإبسيلون أن تكون أي عدد أكبر، أي عدد حقيقي أكبر من الصفر. هذه المسافة هنا هي إبسيلون. ولأي إبسيلون تعطيني إياها، أي عدد حقيقي، إذن هذا سيكون ال زائد إبسيلون هنا، هذا سيكون ال ناقص إبسيلون، تعريف دلتا إبسيلون. لهذا هو أنه لا يهم ما هو إبسيلون الذي تعطيني إياه، فيمكنني دائما أن أحدد مسافة حول A، وسأسمي ذلك بدلتا. يمكنني دائما أن أحدد مسافة حول A. إذا دعونا نفترض أن دلتا هذه أقل من A، ودلتا هذه أكبر من A. هذا رمز دلتا. حيث أنك طالما تختار X تقع بين A زائد دلتا و A ناقص دلتا، طالما أن X تقع هناك، فيمكنني أن أعطيكم أن F الـ X، أي F الـ X المطابق، سيكون ضمن المدى. وإذا فكرت بهذا فإنه منطقي، إن مضمونه أنه يمكنني أن أوصلك بالقرب كلما أردت أن تكون نقطة النهاية. وعندما أقول بالقرب، فأنت تعرف ما تريد عن طريق إعطاء إبسيلون. هذه هي اللعبة، ويمكنني إيصالك بالقرب كما تريد إلى نقطة النهاية تلك عن طريق إعطائك مدى حول النقطة التي تقترب منها X. وطالما أنك اخترت قيمة X بحيث تقع ضمن هذا المدى حول A، طالما أنك اخترت قيمة X أن تقع هنا، فيمكنني أن أعطيك F الـ X، سيكون ضمن المدى الذي تحدده.
من أجل جعل هذا أكثر دقة، دعونا نفترض أنك تقول أريد أن يكون f x بين 5 بالعشرة. دعونا نجعل كل من الأعداد دقيقة، لنفترض أن هذا العدد 2 ولنفترض أن هذا العدد 1. إذا نقول أن نهاية اقتراب x من 1 ل f ال x، لم أقم بتعريف f ال x لكنه يبدو كخط يملك ثقبا هنا يساوي 2. هذا يعني أنه يمكنك إعطائي أي عدد، لنفترض أنك تريد أن تجربه لمجموعة من الأمثلة. دعونا نفترض أنك قلت أريد أن f ال x خلال هذه النقطة، دعوني أستخدم لونا آخر، أريد أن يقع f ال x خلال لنقول 2. f ال x أريد أن يكون بين 2.5 و1.5. ثم بإمكاني أن أقول حسنا، طالما أنك اخترت قيمة لـ x تقع بين لا أعلم، يمكنها أن تكون قريبة، لكن طالما أنك اخترت x لنفترض أنها صالحة لهذا الاقتران، تقع بين 9 بالعشرة و1.1 بالعشرة. إذا في هذه الحالة فإن دلتا من نقطة النهاية ستكون 1 بالعشرة فقط، طالما أنك اخترت x تقع ضمن 1 بالعشرة من هذه النقطة أو 1، فيمكنني أن أعطي أن f ال x سوف تقع في ذلك المدى. إذا أتمنى أن تجدوا ذلك منطقي، دعوني أعرف ذلك بدلتا إبسلون فعلية، وهذا ما ستراه في الكتاب، ومن ثم سنقوم بحل بعض الأمثلة. وكي أكون واضحا، كان ذلك مجرد مثال محدد، أعطيتني إبسلون 1 وأعطيتك دلتا ستنجح، لكن من خلال التعريف إذا كان ذلك صحيحا أو إذا كتب أحدهم هذا، فإنه يقول أنه لا ينجح لمثال واحد معين، بل إنه ينجح لأي عدد تعطيني إياه. يمكنك أن تقول أريد أن أكون ضمن مليون من كما تعلم، أو كما تعلم 10 للقوة سالب 100. إنه قريب جدا من الاثنين، ويمكنني دائما أن أعطيك مدى حول هذه النقطة، حيث أنه طالما اخترت قيمة لـ x ضمن ذلك المدى، فإن f الـ x ستكون دائما ضمن هذا المجال الذي تحدده ضمن ذلك، كما تعلم على بعد تريليون من نقطة النهاية. وبالطبع الشيء الذي لا يمكنني أن أعطيه هو ما يحدث عندما x تساوي a، إنني أقول أنه طالما أنك تختار x يقع ضمن المدى الذي لدي لكن ليس على a فسينجح، f ال x سيظهر ليقع ضمن المدى الذي حددته. ولكي تجعل الرياضيات واضحا، لأنني أتحدث بكلمات سريعة وهذا ما نراه في الكتاب، يقول انظر تعطيني إبسلون أكبر من 0، إبسلون أكبر من 0. على أي حال هذا تعريف، إذا كتب أحدهم هذا فإنه يعني أنه يمكنك إعطاؤهم أي إبسلون أكبر من 0، وبالتالي أعطيك دلتا. تذكر أن إبسلون تعبر عن مدى إرادتك لقرب إف الإكس من نقطة النهاية، إنه مدى حول إف الإكس، هذا سيعطيكم دلتا، تكون عبارة عن مدى حول إيه. دعوني أكتب هذا، إذا نهاية الاقتراب من إيه لإف الإكس تساوي ال،
إذن ستعطوني دلتا، طالما أن x ليست أكثر من دلتا، إذن المسافة بين x و a، فإذا اخترنا x هنا، دعوني أستخدم لونا آخر، إذا اخترنا x هنا فإن المسافة بين تلك القيمة و a طالما أنها أكبر من صفر، بالتالي x لا تظهر فوق a لأنه اقتران ربما لا يكون معرفا على تلك النقطة، لكن طالما أن المسافة بين x و a أكبر من صفر وأقل من مدى x، بالتالي فإنها تعطيك أنها أقل من دلتا. إذا طالما أنك أخذت x، فأنت تعلم أنه إذا أردت أن تقوم بتكبير محور x هذا، هذه a، وبالتالي فإن هذه المسافة ستكون دلتا، وهذه المسافة ستكون دلتا طالما أنك اخترت أن تقع قيمة x هنا. إذا طالما أنك اخترت قيمة x هذه أو قيمة x هذه أو قيمة x هذه، طالما أنك اخترت قيم x تلك، فيمكنني أن أعطيك أن المسافة بين الاقتران الذي لديك ونقطة النهاية، إذا المسافة بين كما تعلمون عند أخذ واحدة من قيم x هذه وتقييم f الـ x على تلك النقطة، حيث أن المسافة بين f الاكس ذلك ونقطة النهاية ستكون أقل من العدد الذي أعطي لكم. وإذا فكرتم بهذا فإنه يبدو معقدا جدا، وأنا لدي مشاعر مختلطة حيال مكان وجود هذا في معظم مناهج التفاضل والتكامل. إنه موجود قبل أن تتعلموا المشتقات، وهو نوعا ما شيء رياضي ودقيق لتفكروا به، وتعلمون أنه يشكل عرقلة لبعض الطلاب، ولا أعتقد أن بعض الناس يملكون القدرة الكافية حيال ذلك، لكنه دقيق رياضيا، وأعتقد أنه قيم جدا عندما تدرسون التفاضل والتكامل الأكثر تقدما، أو بالنسبة للأشخاص الذين يختصوا بالرياضيات. لكن بهذا فإن هذا ليس منطقي بالشكل البديهي، لأنه قبل أن نتحدث عنه كان بإمكاني أن أنقلكم بجانب اقتراب x من هذه القيمة، أي f الـ x سوف f الـ x سوف يقترب من هذه القيمة. وطريقة تعريفنا لهذا رياضيا هي أن تقول أريد أن أكون قريبا للغاية، أريد أن تكون المسافة f الـ x، وأريد أن تكون فاصلة صفر 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 واحد. بالتالي يمكنني دائما أن أعطيكم مسافة حول x بحيث يكون هذا صحيحا، وقد استهلكت جميع الوقت لهذا العرض. في العرض التالي سأقوم بحل بعض الأمثلة حيث سأثبت النهايات، حيث أثبت بعض عبارات النهايات باستخدام هذا التعريف. وأتمنى أنكم تعلمون أنه عندما نستخدم بعض الأعداد الملموسة فإن هذا التعريف سيجعل الأمور منطقية. أراكم في العرض التالي.